دكتور اسلام، في الحقيقه لما بنتكلم على منظومه الصحه في مصر، اين كنا وكيف اصبحنا؟ تمام، ده يعني سؤال صعب تلخيصه في إجابة يعني قصيرة، لكن خلينا نقول في الأول كده شوية أرقام كان نتكلم على الإنجازات. يعني لو قارنا من 9 سنين لدلوقتي المنظومة نفسها اتغيرت إزاي؟ خلينا نتكلم الأول على الميزانيات مثلا. يعني كانت ميزانية وزارة الصحة أو الصحة في مصر بتمثل تقريبا ما بين 35 مليار ل 40 مليار سنويا كمخصص مالي من خزانه الدوله من رئاسه الوزراء للصحه. حاليا احنا بنتكلم في حدود 222 مليار جنيه. فطبعا في قفزه، لو بصينا في الميزانيه نفسها في قفزه في الصحه. صحيح. فده اول حاجه. لو بصينا برضو على عدد الاسره، لو بصينا على المنظومه نفسها او الانجازات، هنلاقي ان الارقام كلها اختلفت. يعني التغطيه التامينيه زي ما كانت جمانه بالظبط بتتكلم، احنا بنتكلم على تغطية تأمينية من التأمين الصحي القديم اللي هو هيئة التأمين الصحي، في حدود 54% من المصريين عندهم تغطية تأمينية. احنا حاليا بنتكلم 69.5، فتقريبا 70% من المصريين أصبح لديهم تغطية تأمينية. بقى عندنا تأمين صحي شامل، وده منظومة تانية. عندنا هيئة التأمين الصحي ده القديمة اللي هي أنشئت من الخمسينات. بعد كده التأمين دي الصحي المعنية الشامل بالموظفين أعتقد يا دكتور، صح؟ وده على الفرد، يعني ده فقط للموظفين الدولة مع الفئات الأخرى زي المرأة المعيلة والمعاشات وأطفال المدارس. لكن التأمين الصحي الشامل حاليا بيغطي 6 مليون مواطن من ساعة ما أنشئ من 2018، فده للأسرة مش للفرد، ده للأسرة كلها. ده في 6 محافظات اللي هي المحافظات اللي نفذ فيها اللي تطبق فيها الموضوع. ولو اتكلمت على أهم ملف من آخر 9 سنين في الصحة، هتكلم على فكرة الحوكمة في قطاع الصحة. وبما إن الكلمة استهلكت كتير وللأسف بتتقال ويعني معناها مش واضح، ممكن نشرحها ببساطة. يعني دي أهم حاجة حصلت حاليا. حتى لو بعدنا شوية عن الصحة، خدنا مثال، يعني تخيل لو إحنا هنخش مشروع مع بعض مثلا، وقلت لحضراتكم هنخش في اقتصادات الصحة، بس إحنا هنعمل مشروع وعايز منكم فلوس، فهاخد 100,000 من كل حد. لو معكوش 100,000 هيخليها مليون عشان تبقى منطقيه ناخد. ولو معكوش الفلوس انا هخليكم تاخدوا كارد واسهل لكم الكارد وبقى معانا اصل لمشروع. قلت لكم بس خلي بالكم، انتوا بما انكم مش هتتدخلوا في المشروع، ما تشتغلوش في قطاع الصحه، فانا مش عايز اي حد فيكم يبقى ليه علاقه بالمشروع ولا يجي ولا يسال اللي بيحصل. فايه الثقة اللي موجودة بين الشركاء او الثقة اللي موجودة بينها تبتدي تقل شوية. لو انا قلت لكم بس ما تقلقوش انا هعمل لكم تقرير رقابي كل 6 شهور بالظبط كل حاجة بتحصل ايه، واعمل على نفسي اوديت، هتبتدي الثقة بيننا وبين بعض تعلى. انا اللي هكتب التقرير. مفيش ثقة اصلا. ثقة بقى. طبعا. الثقة اصلا. الحوكمة هي ببساطة بتخلي من الشخص ما يراقبش على نفسه. احنا كان عندنا مشكلة في الصحة ان وزارة الصحة كانت هي المعنية بكل شيء. فكانت هي اللي بتقدم الخدمة الصحية، وهي اللي بتشتريها، وهي اللي بتراقب على نفسها، وهي اللي بتقيم الأدوية وبتسجلها وبتبيعها وبتخزنها وبتوزعها وترجعها. فبالتالي ده مركزية، فيها مركزية شديدة، وهو ده عكس فكرة الحوكمة. حوكمة معناها ان انا افصل الاختصاصات عشان يكون في رقابة على كل جهة في تخصصها. فبالتالي بدل ما كان عندي وزارة صحة فقط، وده ملوش علاقة حتى بالفساد، هو عشان يحصل تطوير مؤسسي وعشان يحصل تنافسية لازم ما يبقاش في مركزية في الصحة، وده اللي موجود في العالم كله. فأنا فصلت من جوه وزارة الصحة هيئات مختلفة. فمثلا خدت قطاع الأدوية والتسجيل والتسعير والكواليتي الجودة، وبقى في هيئة الدواء المصرية، ودي هيئة مستقلة يرأسها دكتور تامر عصام، هو يعني ريبورتنج أو يتبع رئاسة الوزراء مباشرة. فدي انفصلت. فأنا كده فصلت قطاع مهم جدا، كان أكتر قطاع بيدخل فلوس فمحتاج يركز في موضوع الدواء. صحيح. بعد كده تقييم الأجهزة الطبية والأدوية وشرائها، بعد كده تخزينها وتوزيعها، محتاج برضو يكون جهة مستقلة بتشتري لمصر مرة واحدة، بدل ما كان بنشتري قطاعي سواء كان في الأدوية أو خلافه، لا احنا عايزين نشتري كله مرة واحدة. فبالتالي بقى في هيئة الشراء الموحد. صحيح. برضو يرأسها لواء طبيب بهاء الدين زيدان، برضو هو يتبع رئاسة الوزراء مباشرة مش وزارة الصحة. بعد كده احنا محتاجين نعمل منظومة التأمين الصحي الشامل، لازم يبقى ليها برضو هيئات. فبقى في هيئة التأمين الصحي الشامل دي لوحدها، ودي اللي يرأسها دكتور محمد معيط وزير المالية بقى كرئيس مجلس إدارة بشخصه وليس بصفته،
وهيئة الرعاية الصحية اللي بتقدم الخدمة في التأمين الشامل، وهيئة الرقابة والاعتماد. وهيئة الرقابة والاعتماد بما انها بقى هي دي اللي بتعمل الاوديت وهي دي اللي بتعمل الرقابة، دي تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، لا تتبع رئاسة الوزراء. فبالتالي انا قسمت المنظومة الصحية وسبت لوزارة الصحة موضوع مهم جدا تركز فيه، الصحة العامة، عشان كده كل المبادرات موجودة في وزارة الصحة. سبت فيها الفاكسين والبريفنتيف او الطب الوقائي والسياسات الصحية واقتصاديات الصحة. فبقت وزارة الصحة زي ما بيحصل في الدول المتقدمة من زمان، يعني مركزة انها تحسن في تطوير صحة المصريين، وتبقى مركزة في رؤية مصر للصحة 2030 ان احنا نوصل لها. عشان كده تلاقي ان خطاب حتى وزارات الصحة يعني من 9 سنين لغاية دلوقتي اختلف. صحيح. ان هو دايما بيتكلم على ازاي اوصل في رؤية مصر 2030 للصحة. صحيح. صحة افضل للمصريين، ازاي اطور في المنظومة. فالتركيز في تطوير المنظومة وان هو يسيبوا من على كتفهم الحمل بتاع بقية الهيئات اللي موجودة خلتهم يركزوا، ومتهيألي ده أهم حاجة حصلت في الصحة خلتنا حاليا بنحتفل بالقضاء على فيروس سي، بنحتفل على قوائم انتظار. صحيح. بنحتفل بكل الإنجازات اللي حصلت في الصحة، سواء من فكرة الميزانيات اللي زادت أو من فكرة الصحة العامة اللي حاليا اللي بيسموها health indicators بقت أفضل ومتمشية مع المنظومة المنظمة الصحة العالمية اللي حطاها as a benchmark للبلاد اللي هي بيسموها منخفضة أو متوسطة الدخل.